اكو امراض في جوية المواسم، يعني موسم بوع شلون يزاوب باعوا كنا لهم هذا العيش احسن ما ظل واقع بقى. العاد يسموهم طيور الحب نسبة الى هذا الغزل. هذا بيضهم هنا باعوا، هاي ثلاث بيضات عايشتهم جديد، هذا كل ما يسبح يحله. مو قلت لكم شله تعبانه؟ قلت لكم هذا العش بيه افراخ تقلون لا، انا اريد واحد يوقف عند حد ما اكل لا البلبل ولا السمان. بالعافيه بالعافيه. السلام عليكم، تحيه حب واحترام لكل شخص يتابع الفيديو. حلقه جديده بديها بصلاه على محمد وال محمد كالعاده، وتحياتنا لكم واتمنى لكم دوام الصحه والعافيه. يا رب الطلاب السادس كلهم ناجحين بحق محمد وال محمد. ان شاء الله نسب النجاح كلش عالي. بس اذا انت ما تقرا يعني وخليها ورا الدعاء، لا شغلتك داتشه. قبل لا انسى، احد الاخوه يعني اشوف مو واحد، يعني هواي اخوه يسالون على المحميه تنجح، انا اريد اسوي محميه تنجح. يعني انا استغرب بصراحه، لان هو جاي يشوف الفيديوهات ويتابع ويعلق لنا ومتابعنا. زين انا شلون ناجحه لو مو ناجحه؟ حتى شو تشوف يعني؟ انا استغرب صراحة. يعني واحد يريد، يعني احد الاخوة سألني البارحة يقول انا اريد اسوي بلوك داير حبيل ومن فوق مغلف ساندويش وبس الصبح توصل سيرفس. انا ما لي علاقة بلوك ما بلوك، بس انا هذا ضلع، هذا طابوق سياج مبني وهذا ضلع من انا ووجه وسقف، يعني عندي بس وجه وسقف مفتوحات، الباقي تقريبا كله مغلف. من البيئة الاستقبال، ومن هذا ركن الشارع، وهذا ركن الجيران، هذا ركن الجيران، وهذا ركن هذا المطار ما والسقف مفتوح. انا اريد اقصد التهوية، فحوى كلام التهوية تكون مناسبة، يعني مو خانقها. تهوية مناسبة يعني اجواء طبيعية بحتة تكون، شلون الحديقة مثل الحديقة مثل السطح مفتوح يعني. هسه واحد يقول لي الشمس شلون؟ مو احنا حكينا تقدر تظلل بالسعف النخال، بحسان بيش نظلل هذا؟ هاي سعف نخال وهذا الجهنمي والنباتات باعوا، هاي كلها صاعد عليه. واهم من ذلك هو فتح الطيور بالوقت المناسب. زين مو انا اجيب سويت محميه وكامله ونفس هاي تقريبا بالضبط واشجار ونباتات وتظليل السقف واجي افتحهم بهذا الوقت، لا هذا ممكن انه تعطي خسائر فادحه يعني بالارواح وبالمعدات. فلازم يعني انت تفتحهم بوقت مناسب. يمتى الوقت المناسب؟ ايش وقت؟ بين الصيف والشتاء، الفترات الربيعيه تكون هي هاي. بعد جمال صاير حليب هذا ضاعوا لمن يصبغ، هذا لونه الاصلي هذا. اما ذيك الايام لا، هاي كلها كان قليش وهذا. شنو يعني يعمل البارحه؟ البارحه شبعه وكلها لحوم وجبات طازجه، اليوم بيضتين بيضين. طبعا ذولا كبار بالعمر، يعني ممكن انه يقطعون، كلش كبار بالعمر ذولا الدجاجات. بعد شلون يوقف؟ بعد شلون يوقف؟ والله هذا اذا عرضه وطق علي حياه. هاي داخله جوا، ممكن انا بس اسحب الحبل ينسل عليها الباب والزمها. هاي هنا بهاي الطريقه اصيد الطيور انا. باعوا اخلي لهم الاكل جوا فهم يدخلون، وانا مجرد من بعيد جر الحبل ينسد واجي الزمها بكيفي. بعد باعوا 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 البلابل، باعوا باعوا شلون يزاوب باعوا. طبعا هذا الفحل والنفي هالايام هم الزاوف، يعني شنو؟ يعني هذا دليل على انه جهوزيه النفي راح تجهز ايام ان شاء الله وتجهز. طبعا انا لو عايش النفي ذيك باقيه، بس هي لو زرعوها ما خضرت، لو باقي نفتها انتجوا مرتين ثلاث مرات. يعني اتذكر انا العامي بالثالث، يمكن بالثالث بديت انتاج، يعني من الثالث باعوا. هسه عدل العش مالتهم، احتمال اعزلهم بالخانه.
صح هذا الحمام الفاخت هذا الفخاتم مال مشوار يجي هنا بس هذا ممكن حامل امراض يعني بس انا لين تربيه النفس التربيه نفس الاجواء ما يتمرضون يعني الحمد لله موضوع الامراض يعني في غنى عنه الحمد لله والشكر يعني الامراض يم الخانات زين الامراض يم الحبس تهويه غير مناسبه شمس ماكو تراب ماكو حشيش ماكو ثيل ماكو هاي النباتات ماكو تنويع غذائي ماكو هنا تصير الامراض بس انا الحمد لله والشكر بفضل الله سبحانه وتعالى ما عندي طير تمرض ابد نهائيا قطعا بس طير واحد اتذكر اول عام ومو مرض هذا انقرص بقايه وصارت لي حبايه هيك يعني خده بس هاي وعالجته والحمد لله والشكر بس هاي اما بقيه الامراض هاي تنفسيه والبن السوالف لا ما عندنا شنو ممكن نعطيهم انه يرفع المناعه انا بالنسبه لي هواي اخوي يسالون شلون نرفع المناعه وش تعطيهم مكملات وكذا انا بالنسبه لي شطيهم انطيهم الاكل هذا المخلوط والدهن هذا الاكل الثابت بالماكليه هاي الماكليه انطيهم الاكل الثابت الدخن والمخلوط وهاي الماكليه فوقها شنطيهم اعطيهم البذور مال المخلوط الكناري وجوا بالصواني بالهذا انطيهم البواقي مال البيت شبقة من البيت اعطيهم يعني هسه مو يقولون الطماطة تقتل البلبل او يخرس والفد معتقدات يعني خاطئة يقولون الطماطة مو زينة على البلبل زين انا اعطيهم طماطة تبقى من البيت هواي طماطة انطيهم طماطة وياكلونهم مايا ووضعهم طبيعي بالاضافة الى ذلك شوفون مرات انا اروح للقاع مثلا اروح المناطق الزراعية اجيب لهم هذا الحمض الحشيش شكو شي بي بذور بي يعني خضارة اجيب لهم اطشه بالقاع هم ياكلون يعني هذا ممكن بي فوائد عظيمة يعني بالنسبة للامراض خاصة اكو امراض في جوية المواسم يعني موسم الشتاء بي مرض معين ممكن هذا النبات قدرة الله عز وجل خلاه يطلع بالشتاء مثلا بنفس الوقت اللي التوقيت لكل داء دواء خلاه يطلع بنفس التوقيت فالطيور شلون تعالج نفسها بالاكل هذا هسه هذا يسمونه الفش الحرفش او الكلغان او هذا بفوائد يعني مؤخرا اكتشفوه الساق مالته يعني يعالج امراض السرطان عافاكم الله زين فانا اعطيهم يعني بالاضافه الى الثوم اسويهم منقوع الثوم كل اسبوع مرات اسبوعين انسى هيك يعني بس بين فتره وفتره انا بالنسبه لي ما منتظم بهاي مال الثوم انا اقعد على عطش اعطيهم وياي يشربونه بالمشربيه اخليه فد 4 ساعات 5 ساعات ان شاء الله يشربون هم كلهم يشربون من يمه بس على عطش ونخلص من ان شاء الله الامراض هاي مكملات رافع مناعه لهم يعني بعد يعني شلون صار حلوه بعض الاخوه يسالون يقولون مو يسالون وانما يقولون الفيديوهات مو واضحه الفيديو مو واضح علي لنا الدقه سوي لنا كذا يعني انا مسوي والله مسوي هاي فوق 750 شو اسمها ما اعرف 800 وما ادري ايش قد الدقه مالته يعني اعلى شيء نخليها بالالف تقريبا فالدقة رفعوها من يمكم يعني اول ما تدخل على الاعدادات المتقدمة بالفيديو وراح ترفع الدقة عندك هاي حسب النت يعني حسب قوة النت فالخلل مو عند اخوان باع ذولا باع المناغاه هذا ابو شوارب جاي ناغيها هاي النفية الثانية باب ذيك نايمة مسنحة وذولا هنا يلعبون هاي بعدني فاتحها يعني كلش حلوة يعني هم شفتوا لكم في اليوم عصفور مريض
حمامه مريضه بس يكون بشرط يعني برا مو جوا مو تربيه بيوت وهذا لا يعني هاي العصافير مال شارع مال حدائق مال الحمام الزرازير هاي تجينا البلابوي مثلا ولو البلابوي هسه بسبب الصيد الجار يعني الله يهديهم يعني الصياده يعني بالموسم يصيدونه يعني حتى اشكال شرع بها هسه قانونا وعرفا وشرعا اكو للصيد مواسم معينه بس احنا جماعتنا لا جماعتنا وحد بعد جمال ايش تكره منها سايم انت هنا جوا بالحديقة وطيور فوقك مثلا ها فهم شفتوا لكم يوم عصفور مريض فخاتي واقع هيك يعني هذول نفس الوضعية هذول حالهم حال هاي الطيور اللي بالشوارع مثلا زين لان تعلموا وتأقلموا جسمهم اكتسب مناعة طريقة التربية الحديثة بالتدريج يعني هسه تشوفون مرات الجو يعني انت تجزم تقول هذا الطير اذا خليه هنا يموت بس هو عايشين وطبيعية طبيعية الوضعية وبالشتاء كذلك بالشتاء شفت المطار شفت الوضعية فلحد يتردد بيقول انا خاف الطيور تموت انت سوي عليك ازرع لهم يعني نصيحتي للي يسوهم جاي يسوون محميات وهذا سوي المحمية وكملها ولا تخلي بيها طيور يعني ازرعها خلي هسه سويها حديقة يعني فقط حديقة زين وخلي النباتات تكبر وهذا ومن تكبر النباتات افتح بيها الطيور يعني من لما يجي الوقت المناسب انت متهيئ كامل يعني المحمية جاهزة تعتبر فانت ابدي من هسه يعني من هسه حتى من يجي الوقت المناسب انت تفتحهم بكل اريحية زين ما ظل ها بعد النبات ها خاف ياكلون النباتات وحاولوا لا تجيبون طيور يعني هواية يعني انا شلون سلام الله على نوح مثل سيدنا نوح من صعد بالسفينة صعدوا من كل نوع زوجيا يعني مثلا البناجز لا صعدوا اكثر يعني هذا الكنارة والأصوات همينة كذلك ما يأثر الحمام الملكي زوجيا الجاوة زوج واحد أو زوجين فقط زوجين لا يعبر الجاوة لأن خبيث البلابل زوج واحد الفينيشات هاي الحسون الكناري هذا بالأصوات بس معاه كيف المناقير لا اللي هن الكوكتيل البادجي طير الحوض الغندورة الكاسكو هاي صنف الببغاوات هاي لا هاي مشكلة هاي بالنسبة للطيور وبالنسبة للأعشاش للنباتات بعض هذا هاي ممكن أنه يفنوها زين أنا عندي زوج واحد ناس يقولوا لي ليش مخليها لشنو هالتناقض لا أخوان هذا أنا خليهم بالخانة وبين فترة وفترة افتحهم يعني فترة شهر هيك وارجعهم وإذا هم رجعون بعد هاي يسوون فضل قلنا لهم هذا العيش احسن ما ظل واقع بالقاع شمس هنا شلون اشوف شكلناه هنا هسه الملك قبل يلفون بيه الملك البلابل ممكن حتى البنجل يعني ولا هو البزون يطلع منه يصعد بس هاي الشجره ما راح تخليه هاي النسرين بعد شلون عابره من فوق قالهم هاي صاندة لازم نخليها بهذا الوعاء هم يسبحون بالقاع عادي بس للنظافة يعني حتى يشربون من يمه طبعا هاي مو فخار هاي فخار بس شنو مغلفة بسيراميك الأفضل من هاي فخار لأن الفخار تعرفونه يبرد المي ينقي المي يصفي المي فأفضل هاي بس ألقى فخار أجيب من يمه هسه راح الطيور تجي تسبح أنا أخليها يم التين هاي متعمد ضاعت جل بلبل أجل بلبل أول طير هسه يجون يلتمون كلهم هنا ما ادري ابقى قريب عليهم وين ابغى هذا فنجز جه هذا الثاني جه اجوا كلهم اجوا صراحه متعه خاصه الظهريه من تجي هنا ما عندك شيء زين طلاب السادس اذا عندكم محميات تجي كتابك هنا او تلزم
تلزم الاحياء ما عيني وظل اربع ساعات بالصفحة الوحدة، لان بالك هنا مشتت يصير بعد شلون يسبح. ما شاء الله كلهم هسه يجون بس يخافون من يمي. اجت الوفود. هذا شنو هذا؟ طبعا هذا ما شنو تشلب الظهر وعاين على السنجابة هاي النفية تقمز قمز على الواحد. هذا السبح يعني بالصيف يعني فوق ما تتصورون هو مهم، ممكن حتى للإنتاج لفقس البيض. حسن نجيكم شلون شنو فقس البيض شو العلاقة بالسبح؟ شوفوا هاي قبل الفقاس فقس البيض بأيام يعني بيومين بثلاث أيام. أنا لاحظت هاي المسألة بالبلابل. زين يجي البلبل يسبح هواية، يعني هواية يسبح يعني باليوم بالساعة مو باليوم ثلاث مرات يجي يسبح هو مبلل يروح يرقد على البيض. هاي النفية طبعا هو مبلل يروح قبل لا ينشف يروح يرقد على البيض. ليش؟ حتى البيض يترطب. تعرفون هاي المسألة هاي شيء طبيعي، مو نجيب بخاخ احنا ونبخهم. يعني انا شايف هواي اخوة يخلون بالفقاسة وهذا يرشونه بمي. هنا لا، هنا هو البلبل اللي يجي يسبح ويروح يرطب البيض. فانتوا خاصة بهاي الفترة حاولوا يومية تخلوهم ما يسبحون. باع ما شاء الله ما شاء الله. باع قد حلو ذيك الايام تخبلت من يمه والله اردت بس امل صيد بس شنو ما قدرت الزمه. وهي هاي من المحاسن طبعا قبل لا اسوي قفص الصياد ما قدرت الزمه وتطلع والله تطير الوجه الله. بس هسه قلت هذا وين يروح؟ يعني هسه لا عدني فيها مثلا لا عد هذا يروح يهبت هنا احسن له. اكو بعض الطيور يعني من تطلع والله تبقى تحومه يومين ثلاث ايام فوق المحمية، لأن تعرف هذا مكان أريح من الخارج. يروح يدبر بالمزابل، أكو دخين أكو مخلوط أكو مي أكو كذا، بس هنا أفضل. فالهمزين ما يعني ما لزمته هسه صاير حلو والله. إراد لنفية إن شاء الله بس يقال لنفية أجيبها له. ينتج ما ينتج براحته هو بعد، بس هو البلبل مو على صلح. عارف شو اسمه يسبح بالقاع تعارك الضاعة تعارك هو البلبل. وين راح؟ اللي العشق كله هنا. العادية يسموهم طيور الحب نسبة إلى هذا الغزل العشق. وعشان هذا الفحل هاي النفية طبعا هسه بس طلعتهم والله قبل راحت البيت القديم وهسه حمله بيض واحتمال مبيضين انا ما شفتهم. خليهم هنا ما عاد بيهم اشكال. هذا بيضهم راح اطلع فرشه. هذا بيضهم هنا ضاعوا. هاي ثلاث بيضات عايشتهم. ليش؟ لان فاسدي 100% 100% فاسدين. وين نوديهم؟ يعني كسرهم ذهوب بالمي ما يفيدوني بشي. اكو بعض الاخوة يزرقوهم وش يسووا لهم. لا هذول خربانين يعني اكسرهم وذهبهم بالمي. ما اريد يصير باعوا. هاي طلع هذا الدود اللي بفوائد عظيمة للتربة. هذول السمان ياكلون بي والله لو نادوس ما جستو خافون من يمه. بس لان هاي مفيدة زين عفوها ساكت لوها النار. رجعوا الحبايب وعشان يسبحون يروحون ينامون شوية ويجون شوية ويجون. خاصة إذا عدهم بيض ماكو وعلى وشك التفقيس قبل يعني ما بيها كل نقاش يروح يسبح هنا ويروح يرقد على بيضة حتى يبلل البيض. هذا يساعده بتفتيت القشر مال البيض حتى يطلع الفرخ بسلامة. مفوش باعوله خبل هذا ذاك يوم طلع
عشان هذا كان يركض وراء البلبل، والبلبل بعد هو جابها لنفسه. هلا اشوف هاليوم اذا ما عافهم انا قبل اعزله. قلناه باليوم نزل هذا الفرخ باعه، نزل يشرب مي منه ويلعب. قبس عيطه هاي فوق، هاي باعوا له مال افراخ مال فنجز العش. سمع صوت راحت امهاتهم تزق لهم، ممكن يشربهم مي هم مو بس يزق لهم. باعوا هذا حتى الفرخ يسبح ما شاء الله. هذا الصغير هذا مال فنجز باعه، هذا ناب اليوم، هذا لازم يومية يسبحون يومية حتى يروح خاصة لعدهم بيض هناكم، يروح يرقد على البيض حتى شنو القشر يتخفف. لا يسبح ما شاء الله باعوله والله بهاي الفترة، يعني لازم يومية مي. الجو بدأ يحور والطيور تحتاج السبح خاصة عندهم أفراح. قلنا والله يا ريت نافورة، يعني نافورة مخلص منها السالفة كلها. أنا مجهز هاي الجرة ومجهز الواتر بوم مالتها والصندات، بس شنو اليوم باكر هالعجز تعرفونه توا. ما شاء الله وعلى الوان البي طلع جديد، هذا كل ما يسبح يحلى وعشان ينفخ روحه باعه كلش حلو. هذا النابليون، ذكر النابليون بلونين، هذا اللون ولون الأحمر أحلى من هذا، بس شو هسه صاير حلو كلش ما شاء الله. شلون يسبح باعه؟ يخاف من النابليون نزل جوه جوه بلعبه جوه السياد المحمية جو هاي النفية وهذا الذكر. الملكي ما يسبح، بس من يشوف الثيل مثلا بمبلل او مرشوشة وكذا ينام فوقها، يعني يشوف التراب كذا ينام فوقها. مرات اشغل المرشات يطب جواهن، يعني من جواهن يفوت. هذا الكنارة باعوا، هذا بقى عزب خطية مرته ماتت. وفتحت وياه ذني المنفوخات، تشلة تعبانة باعوا لها هاي. اوه هاي جاوة نزلوا للساحة وراح يخربونها. هاي المخاليف ذاك اليوم طلعناهم، والله فد شله تعبانه لقيتهم يقطعون بهاي اللي هذا الحب. هذا باعه ولا هذا طلع عيونه حمر وطفره، هذا طلع باعه. هذا احتمال بالاجداد يعني مو بذني. باعه شلون يشرب مي، هذا عيونه حمر ولونه نادر، يعني اصلا حتى نوعه نادر. مع شلون نشرب من الصندل، بعد اكو وياهم فريق ثاني، ذولا مسوين على شكل احزاب. صار الحزب الاول نزل وبعد الحزب الثاني. ذولا المخاليف ما تجاوز طبعا، هسه هم انفطموا. شوفوهم كلهم ما شاء الله محلقين هاي الحلقات العادية، يعني انا سويت انفيديو يعني. باع شلون يسبحون مو قلكم شلة تعبانة؟ باع هاي المنازل وياهم ولا يبينون، اختلفوا. هذا الواقف على الحجارة، ها بالمناسبة لازم تخلون حجر، يعني اذا عندكم وعاء
بغمق يعني حاولوا تخليهم بيحصوا حجارة بالنص حتى ممكن انه ما يغرقهم. انا سؤال من احد الاخوة، شوف هذا البوم، سؤال من احد الاخوة بخصوص البلابل، قال انا العام كنت مخليهم يعني وانتجوا عندي وكذا، بس السنة لا ماكو، لحد الان ماكو او يبيضون وبدون انتاج. يعني انا ما اريد اعطيك اقول لك شنو السبب، لا ما اعرف السبب حقيقة، ولا اعرف شنو طريقة التربية بالعام والسنة، بين العام والسنة، فانت حاول تراجع نفسك يعني العام ايش تنطيهم اكل، شلون طريقة التربية، عشهم شنو وضعه، حاول يسوي مثل العام، ان شاء الله سنة ينتجون عندك. بس هو اول مبياض يعني لا تتأمل بيه خير. بتحرك هنا انا خلي اروح اجيب الملقط واجي. قلتكم هذا العش بيه افراخ، تقولون لا، انظرت بقلق والله، ضاعوا سمعوا صوت جوا مباشرة اكو افراخ، ضاعوا سمعوا صوت، هذا ابوهم، هذا ابوهم طلع كان يزق، شوفوا هذا بهذا العيش، الحمد لله والشكر، هاي كله بركات الله عز وجل. قضينا، وين تروح يا ظالم؟ شوفوا هسه همك وبعد واحد باع، طبعا الباحة واحد يقول لي هذا اول مرة اشوفه، هذا النادوس خويا، هذا النادوس وما ادراك ما النادوس، شكو جذر بالنباتي كتلة، هذا يحش حشي قصة. خلنا نطيل الدجاجات، تعالوا بالعافية بالعافية. هذا الثاني خلي يطلعون هنا، باعولة شنو هذا؟ صديق جديد، هذا الثاني هم راح اوديه للدجاج. بلابل نرجع لاخواني، بلابل هسه يعني انتم حاولوا تعطوهم يعني كامل الاكل، تنويع غذائي كامل يعني. امان اهم من كل شيء، الامان لهم، لان ممكن انه بس يشوفون ابو بريص حركه منا منا، بس انا اللي عندي ابطال والله، كانوا يعاركونه ما يخلوني اوصل العش، بس يشوفونه قبل يوقعونه يقتلونه. والزغير كانوا ياكلونه سبحان الله، بس الامان الامان. انا كان اتذكر يعني كان يجون بلابل هاي المال شول يجون يم عشاشهم، ممكن انه يهجرون البيض، وبعشرة ايام اكثر من عشرة ايام بس يشوف الفرخ يطلع يفتح عينه ويطلع يريد يطلع من العش، سحبه لا تخلي. والدود اهم من كل شيء يعني، لان هو ما ينتج اذا ما دود، الدود يحفزه ممكن للانتاج، حتى جهوزية الطيور ممكن تتعلق بمسألة معينة بطريقة غير مباشرة بالحشرات، القبابي البديل القبابي تعرفون تسوونه، انتو بعد اكو فيديوهات بالقناة خص بديل القبابي، فيديو واحد انا مسويه وانتاجه ما شاء الله وبلاش يعني، احسن من القبابي، القبابي كيلو ب60 ما اعرف بيش، هذاك مجاني يعني، والمخلفات ما تصير سماد للتربة بشكل مو طبيعي. فأنا إذا أحد يعني من يومكم يعني من خاصة من الجدد يعني القديمين بالله يعرفون إن شاء الله، بس الأخوة الجدد يعني أتمنى من يومكم، خاصة اللي يريد يسوي محمية ويريد يسوي كذا، وشون حاير بالطيور أنواعها وكذا والنباتات كذا وهيجي. أنا سويت له فيديوهات قبل أيام اسمها سلسلة أخطاء، موجودة بالقناة، ممكن أن تستفادون من يومها، ما خليت شيء يعني، أول شون تسوي المحمية، بنائها، هواي تفاصيل بيها، أنواع النباتات، أنواع الطيور، المشاكل، ممكن أنه تستفادين بعض طلع بعض. هذي إذا أشوف واحد يقرب له ما حد يقرب له، ليش السمان هيجي باعوا جاء شي تسوي صدق شذيب، خلي صيده، أريد واحد يوقف عد حد ماكو، لا البلبل ولا السمان، قادرين بس على الزغار. أنا خلاف الدجاج بالضيم طبعا، رجعتهم الدجاج ولو أدري ما مرجعهم هسه. وشفت الطيور سبحت اكو بيها ورا شويه يعني، ورا ساعه نص ساعه، اذا لقوا مي هم يسبحون، وهلم جره لحد ما ينتهي الظهر، تنتهي هذا. بس انا مو كل يوم افتح لهم المي يعني، بس بهاي الفتره لا والله، من شفتهم هيك يعني كلهم عندهم اقبال على المي، لا بعد ان شاء الله يوميا اسوي لهم هاي الطريقه. الله، هذا الجاوه
هذا احد مخاليف تجاوب واوله، شفتوهم قبل شوية شلون شيتوا. هذا من الوجبة الثانية يمكن، وهم مقسمين نفسهم الى وجبات. ان شاء الله ذول ايام وابدي، هم هسه مفطومين، ممكن انه اقدر اعزلهم هسه، بس لان الجو حار هسه خطية، خلي بعد ايام بس يكبرون ينشطون اكثر واعزلهم، لان ذولا ما ترهم نخلي اكثر من زوجين، اقصى حد 3 ازواج بالمحمية، يخربون يبدون يخفون يعني. تسبح الطيور تجي هنا، توقف على هاي تنشف ترجع بحالها. بيها عطر مو طبيعي، هاي النارنج هسه بيها تراب، المفروض اغسلها. يلا عيني، بعد الفيديو صار طويل، ان شاء الله نوافيكم في فيديوهات ثانية بأيام قادمة. تحياتي للجميع.